السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا محمد درويش، كيف حالك سلامة؟ بخير والحمد لله. إن شاء الله على طول بخير يا سلامة. أحسنتي سلامة. أهلا يا مضار، كيف حالك مضار؟ الحمد لله. شكرا لك يا مضار. أنا الآن يا أبطالي، أتمنى من الله أن تكونوا جميعاً بخير وبصحة جيدة. هل أنتم مستعدون يا أبطال لحصة اللغة العربية؟ هيا بنا. سلامة، انتبهي إلي. هيا يا أبطالي. الآن يا حلوين نبدأ ب أيام الأسبوع. أيام الأسبوع هي 7 أيام. نبدأ بيوم السبت، ثم يوم الأحد، وبعد يوم الأحد الاثنين، وبعد يوم الاثنين الثلاثاء. الثلاثاء، ويلي يوم الثلاثاء الأربعاء. الأربعاء، وبعد يوم الأربعاء الخميس. الخميس، وبعد الخميس الجمعة. الجمعة. البارحة كان يوم الثلاثاء، فاليوم يا أبطال هو يوم الأربعاء. الأربعاء. هيا نتعرف إلى تاريخ اليوم. اليوم هو الأربعاء 20/1/2021 ميلادي. 7 جماد الآخر 1442 هجري. إذن يا أبطالي، اليوم هو الأربعاء. ما هو اليوم؟ الأربعاء. اليوم يا حلوين، الأهداف التعليمية لهذا اليوم: تذكر حرف الميم وأشكاله. أيضا يا أبطال، سوف نتذكر ونقرأ حرف الميم مع الحركات والمدود. أولا يا أبطالي، سوف نقوم بمراجعة الكلمات البصرية. هيا يا سيلين أحمد، افتحي الصوت من عندك سيلين. هيا يا سيلين، تفضلي. هذا يلا اقرأي. يلا اقرأي. هذا الصندوق كبير. كبير، أحسنتي. أما هذا الصندوق يا سيلين؟ صغير. أحسنتي، شكرا لك يا سيلين. إذا يا أبطالي، هنا كبير، هذا صندوق كبير، وهذه كلمة صغير. هذا
صندوق صغير أمره. هذا الصندوق صغير، هذا صندوق صغير. الآن يا أبطال، هل أنتم مستعدون لتحدي القراءة يا أبطال؟ هيا بنا، سوف نقوم بقراءة هذه الكلمات. هيا يا كارلوس، تفضل كارلوس، افتح الصوت من عندك كارلوس. عزامة. عزامة، أحسنت. وهذه الكلمة سامحة. سامحة، أحسنت كارلوس. وهذه الكلمة رسامة. رسامة، أحسنت يا كارلوس، شكرا لك يا بطل. الآن أعيد قراءة الكلمات. عزم، عزم، عزم. وهنا سمح، سمح، سمح. وهنا رسم، رسم، رسم. الآن يا أبطال سوف نقوم بقراءة الحروف. من يقرأ معي هذه الحروف؟ هيا يا أبطالي. فاطمة علي، افتح الصوت من عندك فاطمة علي. يا ورس. هيا يا فاطمة. لا تزور. فاطمة. فاطمة. ابدأي بقراءة الحروف. هيا يا فاطمة. هذا حرف الفاء. وهذا راء. راء. وهذا تين. تين. وهذا حرف ذهب صوتك فاطمة، حرف الحاء. شكرا لك فاطمة. الآن يا أبطالي هذا حرف الفاء، وهذا راء، وهذا سين، وهذا حاء. الآن يا أبطال سوف أقرأ عليكم قصة وسوف نقوم ب تحديد موقع حرف الميم. هل هو في أول الكلمة أم وسط الكلمة أم آخر الكلمة متصل أم آخر الكلمة منفصل؟ التفاحة الحمراء. هيا يا أبطالي. يوم الأحد يوم ماطر. ذهبت مع والدي إلى المتجر الكبير. اخترنا الخس والطماطم والموز والليمون. لفت نظري تفاحة حمراء فأخذتها وأكلتها بسرعة. رآني بابا فصرخ: هل غسلت التفاحة يا مازن؟ أجبته: لا تقلق يا بابا، لقد مسحتها بكفي قبل أن أتناولها. رد: المزارع يرش مزروعاته بالمبيدات وهي مؤذية للإنسان إلا إذا غسلنا الفاكهة جيدا بالماء والصابون. إذن يا أبطالي هذه قصة التفاحة الحمراء، وأنتم أيضاً يجب عليكم أن تقوموا بغسل الفاكهة بالماء والصابون قبل أن تقومون ب
تناولها لأنها يقوم المزارع برشها بالمبيدات. الآن هيا يا يامن، يامن تفضل. نعم يامن، سوف نبدأ بالسطر الأول. يوم، كلمة يوم حرف الميم هنا، ما شكله؟ أول الكلمة أم آخر الكلمة منفصل؟ آخر الكلمة منفصل وفوقه ضم. أحسنت أحسنت. وهنا يوم، هنا أيضا حرف الميم آخر الكلمة منفصل منفصل. وكلمة ماطر، ماطر هنا حرف الميم أول منفصل متصل بحرف ألف الماد، حرف الميم في أول الكلمة. وهنا مع، مع حرف الميم في أول الكلمة متصل فوق. أحسن. وهنا إلى المتجر، المتجر حرف الميم هنا كلمة في وسط الكلمة فتحة. شكرا يا يامن يا بطل. الآن هيا يا سعيد أيمن، تفضل يا سعيد أيمن، افتح الصوت من عندك. نعم. هيا يا سعيد علي صوتك. اخترنا الخس والطماطم، هنا حرف الميم، ارفع صوتك قليلا سعيد. هيا يا سعيد. سعيد أيمن متصل، حرف الميم هنا في وسط الكلمة. وهنا آخر الكلمة، آخر الكلمة متصل. وهنا الموزة، حرف الميم هنا وسط الكلمة، وسط الكلمة. والليمونة، حرف الميم هنا وسط الكلمة. أحسنت يا سعيد أيمن، شكرا لك. الآن هيا يا مضر، تفضل يا مضر. مركزة يا مضر. نعم. لفتت نظري تفاحة حمراء، حرف الميم هنا، حرف الميم هنا. أيوة عندي صوتك وسط الكلمة. أحسنت. فأخذتها وأكلتها بسرعة، رآني بابا فصرخ هل غسلت التفاحة يا مازن؟ هنا مازن، حرف الميم هنا، أول كلمة. عندي صوتك يا ماما. أول كلمة. أنت يا مضار، شكرا لك يا مضار. أحسنت يا بطل. عفوا. الآن هيا يا محمد درويش، تفضل محمد درويش، افتح الصوت من عندك. نعم. هيا يا شاطر. أجبته، لا تقلق يا بابا لقد مسحتها، هنا حرف الميم، فأول الكلمة،
أحسنت، لقد مسحتها بكفي قبل أن أتناولها. رد المزارع، هنا المزارع حرف الميم هنا. مزارع فين هنا حرف الميم؟ حرف الميم هنا وسط الكلمة. أحسن. يرش مزروعاته، مزروعاته هنا حرف الميم. مزروعاته، مزروعاته حرف الميم هنا. تأول الكلمة. أحسنت. بالمبيدات حرف الميم هنا. يلا بالمبيدات وسط الكلمة. وسط الكلمة. وهي مؤذية حرف الميم هنا. تأول الكلمة. أحسنت يا محمد درويش. الإنسان إلا إذا غسلنا الفاكهة جيدا بالماء. بالماء حرف الميم هنا. وسط الكلمة. وسط الكلمة. أحسنت يا محمد درويش، بارك الله فيك، شكرا لك يا بطل. أحسنت. شكراً للطلاب الذين قاموا بالمساعدة لمعرفة موقع حرف الميم. شكراً لكم يا أبطال، بارك الله فيكم. الآن يا شطاري سوف نتذكر حرف الميم. حرف الميم ما ما مثل موز، مدرسة، علم، حمام. حرف الميم يا أبطال له أربعة أشكال. حرف الميم في أول الكلمة مدرسة. حرف الميم في وسط الكلمة شمعة. حرف الميم آخر الكلمة متصل علم. حرف الميم آخر الكلمة منفصل ليس له ولا يد حمام. حمام. هذه هي أشكال حرف الميم. الآن حرف الميم مع الحركات. حرف الميم مع فتحة ما ما. حرف الميم مع ضمة مو مو. حرف الميم مع كسرة مي مي. حرف الميم مع سكون ما ما. مرة ثانية ما ما. مو مو. مي مي. ما ما. حرف الميم مع الحركات. ما ما موز. ما ما موز. مو مو مربع. مو مو مربع. مي مي مكنسة. مي مي مكنسة. ما فم. ما فم. الآن يا أبطال حرف الميم مع المدود. من يقرأ لي حرف الميم مع المدود؟ هيا يا تالا أحمد. تفضلي تالا أحمد. مامومي. أحسنتي تالا أحمد، شكرا لك. ما مو مي. حرف الميم مع المد الألف ما. ما مثل مائدة.
ماكن. الآن من يقرأ لي حرف الميم؟ ما حرف المد الألف؟ هيا يا أبطال، هيا يا منصور، تفضل منصور. هيا يا منصور، افتح الصوت من عندك منصور. هيا يا بطل. ما مو. هنا هذه الصورة الأولى ماذا نرى؟ ما مو ميم. هنا يا منصور، هل ترى الصورة أمامك؟ الصورة الأولى مائدة، قل مائدة. مائدة. الصورة الثانية ماعز، ماعز. وهذه الصورة أسماك، أسماك. شكرا يا منصور. مائدة، ماعز، أسماك. الآن حرف الميم مع المد الواو. مو، مو. مثل عمود، دموع، وليمون. عمود، دموع، وليمون. هيا يا سلامة، تفضلي سلامة، افتحي الصوت. هيا سلامة، ما هذه الكلمة هنا؟ عمود. عمود، أحسنتي. وهنا؟ دموع. دموع، أحسنتي. وهنا؟ ليمون. شكرا يا سلامة الحلوة، أحسنتي. إذن عمود، دموع، وليمون. الآن حرف الميم مع حرف المد الياء. مي، مي. مثل برميل، تلميذ، وقميص. أعيد، برميل، تلميذ، وقميص. هيا يا جنى، تفضلي جنى، افتحي الصوت جنى. تفضلي. هيا يا جنى. برميل، برميل، ترميل. أحسنتي. وهنا ترميل، تلميذ، قميص. أحسنتي يا قميصاً. أحسنتي يا جنى، شكرا لك. عفوا. الآن برميل و ت
تلميذ وقميص. الآن يا أبطال سوف نفتح كتاب اللغة العربية على الصفحة 91. هيا يا شطار قوموا بفتح كتاب اللغة العربية على الصفحة 91. هيا يا أبطالي. افتحوا كتاب اللغة العربية، الكتاب المدرسي. هيا يا أبطال. سوف نقوم بقراءة وكتابة هذه الجملة. هيا يا أبطالي. ما أجمل معالم إماراتي. مرة ثانية. ما أجمل معالم إماراتي. هيا يا أبطال سوف نكتب. ما نبدأ حرف الميم. أجمل ما أجمل معالم إماراتي. وإشارة تعجب. ما أجمل معالم إماراتي. هيا يا أبطال اكتبوا معي بخط جميل. هيا يا شطار. ما أجمل معالم إماراتي. هيا يا أبطالي. هل انتهيتم من كتابة الجملة؟ هيا يا حلوين اكتبوا بخط جميل. ما أجمل معالم إماراتي. هيا يا أبطال. ما أجمل معالم إماراتي.
هل انتهيتم من كتابة الجملة؟ الآن سوف نقوم بالتعرف على عدد جديد. العدد 11. من يساعدني في عد؟ كم نحلة هنا؟ هيا يا جود. تفضلي جود. افتحي الصوت من عندك. هيا جود تفضلي. هيا نقوم بعد كم نحلة هنا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثمانية، تسعة، تسعة، عشرة، أحد عشر. أحد عشر. ماذا يأتي بعد العدد عشرة؟ أحد عشر. قولي أحد عشر. أحد عشر. شكرا جود. شكرا لجود التي قامت بمساعدتي في عد ومعرفة كم نحلة يوجد هنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. وبعد العدد عشرة يأتي أحد عشر. هذا هو العدد أحد عشر. واحد وبجانبها واحد. نكتب واحد وبجانبها واحد. أصبح عندي العدد أحد عشر. مرة ثانية، أحد عشر، أحد عشر، أحد عشر. هيا يا أبطال اكتبوا معي أحد عشر. هيا يا شطار. واحد وبجانبها واحد. أصبح عندي العدد أحد عشر. هيا يا أبطال. الآن قمنا بمعرفة العدد أحد عشر. هيا يا شطار. أحسنت يا زياد. أحسنت يا لين. الآن هذا السؤال سوف تقومون به بعد أن ننهي الحصة، لأنكم سوف تنظرون إلى الصفحة 131 وتأخذون ملصقات رجل الثلج والغيمة لكي تقوموا بلصقها هنا، لأن الغيمة ورجل الثلج لونهم أبيض. لون رجل الثلج ولون الغيمة أبيض. ونحن اليوم سوف نتعرف إلى اللون الأبيض مثل لون الغيمة ولون رجل الثلج. هنا الملصقات سوف تأخذونها من الصفحة 131. يوجد ملصقات سوف تقومون بلصقها هنا، ولكن بعد أن ننهي الحصة.
لأن الغيمة لونها أبيض، والثلج لونه أبيض، ورجل الثلج لونه أبيض. أحسنتم يا أبطال. الآن يا شطار، سوف نقوم بكتابة حرف الميم مع الحركات والمدود. هيا يا أبطال. أولاً حرف الميم مع فتحة، م م. نكتب هنا حرف الميم مع فتحة، م م. وهنا حرف الميم مع المد الألف، ما ما. وهنا حرف الميم مع ضمة، مو مو. حرف الميم مع ضمة، مو مو. وهنا حرف الميم مع المد الواو، مو مو. وهنا حرف الميم مع كسرة، مي مي. حرف الميم مع المد الياء، مي. حرف الميم مع السكون، مه. مه. إذن ما، ما، مو، مو، مي، مي، وابمه. هيا يا أبطالي. الآن يا شطار، هل انتهيتم؟ سوف نقوم هنا بحدد نوع المد بوصل المد حرف الميم مع المد مع هنا مع حرف الميم مع المد المناسب. أولا عندي قميص، قميص حرف الميم ومد الياء. أين هو حرف الميم ومد الياء؟ إنه هنا، قميص. أيضا تلميذ حرف الميم ومد الياء، تلميذ. أيضا هنا عمود، عمود حرف الميم ومد الواو، عمو، عمو حرف الميم ومد الواو، عمود. ماما، ماما حرف الميم ومد الألف، أسماك. ماما حرف الميم ومد الألف، الإمارات، الإمارات حرف الميم ومد الألف، الإمارات، الإمارات حرف الميم ومد الألف، أسماك حرف الميم ومد الألف، ماما حرف الميم ومد الألف، عمود حرف الميم ومد الواو، عمود.